زي ما كنت بقول لك، هو مهم جدا 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 ان احنا نبقى سعداء بتحرير عدد من الأسرى الفلسطينيين اللي كانوا أسرى ومعتقلين داخل السجون الإسرائيلية. لكن ده لا يمنع على الإطلاق ان احنا هنفضل نطالب بالإفراج عن المزيد من أسرانا الموجودين داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. ومهم عندنا ان احنا نعرف ايه اللي جوه، ايه اللي بيحصل. ده مهم جدا جدا جدا، زي ما بالظبط مهم جدا جدا ان احنا نعرف ايضا كواليس الافراج عن الاسيرات المحررات امبارح من سجون هذا الاحتلال البغيض. معانا على التليفون السيده ولاء طنجة، اسيره من اسرانا المحررات. اهلا بيكي، حمد لله على السلامه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا أولا نقول لك يعني حمد لله على السلامة، وإن كنا نتمنى أن احنا نقول حمد لله على سلامة فلسطين كلها. الله يسلمك، قريبا جدا راح تحكي الحمد لله على سلامة فلسطين بأكملها. آمين آمين. ولا مهم عندي أعرف أنت قضيتي قد إيه في سجون الاحتلال؟ معلش ال 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 الخط مش قد كده. قعدتي قد ايه؟ ولاء سامعاني كويس؟ عليك سامعك. بقولك قعدتي قد ايه في سجون الاحتلال؟ عام ونصف. عام ونصف. كانت ايه التهمة؟ على أي أساس تم أسرك؟ ادعى الكيان الصهيوني أني أنا نازلة على عملية إطلاق نار على إحدى المعابر الإسرائيلية. يعني أنت هددتي أمن إسرائيل على بعضها؟ تهمة من الكيان الصهيوني. طبعا تهمة من الكيان الصهيوني، هو كيان محتل وكذاب. يعني في النهاية حتى إذا كنت يعني في النهاية بتقومي بأي فعل مقاوم فده حقك كمواطنة فلسطينية تعاني من احتلال، ده حقك في المقاومة. طبعا حق كل فلسطيني إنه يقاوم على المغتصب ككيان الصهيوني اغتصب فلسطين، مما لا شك فيه. قولي لي شكل السجون من الداخل، كانت طريقة المعاملة بتتم معاكم ازاي كمحتجزين وكأسرى فلسطينيين داخل سجون الاحتلال؟ ده احكي لك من 7 اكتوبر على الانتهاكات اللي تعرضنا لها. تفضلي. تعرضنا للإهانة كتير قوية، تعرضنا للضرب، البساطير على أجسادنا، تعلم أجسادنا بساطيرهم، العصي. احنا كنا اسيرات عزل، ليس بيدنا اي حيله. رشونا بالغاز، قاموا بعزلنا، قاموا بسياسه التعطيش والتجويع لنا كاسيرات عزل. قاموا بالتفشيش بغضبهم باسيرات عزل. بالتأكيد هذا انتهاك واضح يضاف إلى سجل الانتهاكات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاك لكل المعاهدات الدولية المعروفة. لكن كيفما يفترض، ولا نتوقع من الاحتلال شيء أكثر رقيا من ذلك، يعني في النهاية هو احتلال همجي وغاصب ومتوحش. طيب عايز أعرف منك، إمتى عرفتي أن أنت هتبقي جزء من عملية تبادل؟ وانا خلينا اكون صريحه معاك، ب 7 اكتوبر لما سمعنا الخبر اللي اشرح صورنا وانعش روحنا عرفنا ان احنا احرار. انا حره مش ب 24/11، انا حره من 7 اكتوبر بس، ولكن ب 24/11 اداره السجون ما قامت باخبارنا ان احنا رح نكون من ضمن صفقه التبادل. دخلت قوه قمع على 9 الصبح على القسم السجن اللي عندنا للبنات، ذكروا اسمائنا وكنت انا من ضمن قائمه الاسماء. أعطاني بس 4 دقائق إني أكون جاهزة. طبعاً طلعت من غير حذاء. قاموا بخطفنا خطف، وقاموا بضربنا وتهديدنا وشتمنا. حتى قبيل التسليم. طبعاً تفتيش عاري كامل. أنا بسمعك يا ولاء، تكملي.
وضعونا بالزنازين لمدة 7 ساعات، من الساعة 10 صباحا خرجنا من سجن الدامون الساعة 2، وصلنا عوفر تقريبا 3 من الساعة 7 المغرب، وإحنا بداخل الزنازين بالبرد القارس بالإرهاق النفسي والإرهاق الجسدي. تم تسليمنا لأهالينا الساعة 7:30 مساء. 7:30 مساء 24. صحيح. وكانت العقوبة يعني هل تم محاكمتك؟ هل تم يعني إصدار عقوبة تجاهك، عقوبة واضحة بعد محاكمة؟ أنا ب25/10 كان المفروض عندي محكمة، بس بسبب الحرب تم إلغاء المحاكم. المحاكم الإسرائيلية كانت طلبت لي حكم من 6 7 سنوات. 6 سنوات. هل كان مسموح لك انك توكلي محامي عنك؟ هل مسموح لهذا المحامي بإلقاء مرافعة؟ هل مسموح لك بانك تدافعي عن نفسك امام الهيئة القضائية؟ كان في محامي دائما بيرافع عني، محامية اسمها لئة سامل، كانت بتدافع عني أثناء المحاكمة. والآن انت خلاص موجودة في البيت، أنا الآن حرة، أنت حرة حرة، بسبب ربنا وسبب المقاومة. ربنا يا رب يحرر البلد كلها. أنت من أنهي بلدة يا ولد؟ آمين. أنا من مخيم تول كرم، من فلسطين الضفة، مخيم تول كرم. من فلسطين المحتلة حاليا والمحررة غدا بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله، بإذن أشكرك. الله، ما دام نفس الموجود إحنا أحرار بإذن الله. طيب يمكن صحيح في سؤال مهم، هل احتفلتم بتحريركم؟ هل احتفلتم أو سمح لكم بإقامة احتفال ما، ولا إنه سلطات الاحتلال أيضا تمنعكم من الاحتفال؟ وب24 بلحظة الإفراج عني الشباك الإسرائيلي قام بتهديدنا بأي احتفال نقوم فيه، بس الشعب الفلسطيني يهدد ولن يخضع لأوامر إسرائيل. أنا وصلت مخيم تول كرم ولقيت الشعب كامل بيستنى بالأسيرة المحررة ولاء. الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله يا رب نحتفل بتحرير فلسطين بالكامل. أشكرك جدا جدا بإذن جدا الله، بإذن الله ولاء قريبا. طنجة، أشكرك جدا ولاء طنجة، إحدى أسيرتنا الفلسطينيات المحررات من بعد عام ونصف داخل السجون والمعتقلات بتاعة الاحتلال الصهيوني.